أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المأموم إذا كان مسبوقا بركعة ودخل مع الجماعة وعندما سلم الإمام سجد بعد السلام للسهو، فهل المأموم والحالة هذه يسجد أو يأتي بالركعة المسبوق بها ثم يسجد؟ لا، ما يقوم حتى يسجد مع الإمام. يقولون لو قام قبل أن يسجد مع الإمام تحولت صلاته إلى نافلة، فلا يقوم حتى يفرغ الإمام من الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما دام لم يفرغ من الصلاة لا يجوز أن تقوم. نعم.